لم يكن يبالي بالمال ولا بالأملاك، لكنه دوما كان يبحث عن النفوذ والقوة. هذا ما كشفه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في مقابلة مع الشرق الأوسط، نفى خلالها المزاعم التي تحدثت عن مليارات من الدولارات أودعها صدام بأسماء مستعارة في مصارف بعيدة، وتكديسه لكميات ضخمة من العملات والذهب. ما بيحب المال ولا يحب المال ولا يدور على المال، يدور على السلطة والنفوذ والقوة، هذا هو صدام بس. ولكن ما يدور على مال ومال حرام وكذا وما شيء، ما هذا ما يسويه. وبالسلوك الشخصي كمان محافظ، يعني محافظ جدا. جدا كان من انا عرفته، ما انا كان يعني لا طلعت من العراق انا علاقتي بيه قويه. هو ذاع خبر وفاة والدتي بنفسه أصر أن يبيعه هو. وفق علاوي، بعد إعدام صدام لم يعثر على أي أموال ولا عقارات باسمه، كان كل شيء مسجلا باسم الحكومة العراقية، وحتى طائرة صدام الخاصة كانت مملوكة للمخابرات العراقية.